بكلم محمد بيه عادل المشرف العام على الكورة في نادي المقاولين العرب. أنا كنت بكلمه وكان طلع في قنوات كتيرة وأعلن إن المقاولون لم يلعب المباراة وإنه سيتوجه إلى اللجنة الأولمبية بخطاب رسمي خلال ساعات. طبعا محمد بيه عادل من القامات والقمم الكبيرة في مصر، ورجل وطني شريف محترم هم وهم هذا البلد. لما يتكلم لازم نسمعه بتركيز. يا جماعة احنا في موقف نحتاج الى كلام الحكماء واللي اكبر مننا سنا عشان نتعلموا منهم، واعتقد ان محمد عادل من القلائل اللي بندعي ربنا انه يديله الصحة ويبارك في عمره، هو ومن هو متبقي من جيله، على كان خاطر يقدروا يقطعوا بينا البر السلامة والسلام في ظل هذا التخبط الاداري الرهيب. السلام عليكم يا باشمهندس محمد. عليكم السلام كابتن عبد الناصر، وتحياتي ليك وربنا يوفقك، ودايما صوتك من يوم ما اعرفك وانت صوتك حر، صوتك محترم، صوتك واعي، مقدر للمسؤوليات، وطني، وبتدور دايما على صالح البلد بدون اهواء، ودي حقيقه انا عشتها معك اكتر من 20 سنه دلوقتي. ربنا يديك الصحه محمد بيه، انت والد عزيز وفي مقام الاب ونعتز بيك، علشان كده حتى ليس عشان المقاولين طرف في الموضوع، انا يمكن حتى لو المقاولين مش طرف بلجأ لك في كل ازمه، لاني نحتاج الى راي الحكماء وراي العقل، سواء في ازمه تاجيل مباراه الاهلي والزمالك بعيدا عن المقاولون وكونك مسؤول كبير في المقاولين ومشرف عام على الكوره، مهم جدا ان الناس تسمع رايك وراي الحكمه، لان حاله الاحباط انا حزين عليها جدا اللي على السوشيال ميديا، وحاله تصدير الازمات واستغلال الخونه والعمل للبلد قرار تاجيل مباراه انه يتصدر كل المواقع الاجنبيه النهارده بشكل محزن، ويتصدر الامن في المواجهه بشكل لا يليق، انت شايف الموضوع ازاي؟ والله استاذ عبد الناصر انا شايف الموضوع اذا كانت رساله الامن حقيقيه فيعني ما لازم نعترفها بغض النظر اذا كانت حقيقه، لكن انا بقول مصر امنه، مصر مستقره، مصر لديها شعب واعي ومستوعب كل ما يحدث. مش عايز اقول مباراه تقام من غير جماهير، فما الداعي لهذا التاجيل؟ انما في النهايه انا بتكلم يعني اذا كانت الامن فعلا هو اللي اقر هذا الكلام فكلنا ما نقدرش نقول غير تعظيم سلام. لكن اللي انا عايز اتكلم فيه ما حدث تاجيل مباراه الاهلي والزمالك امنيا اوكي، ولكن ليه مباراه المقاولين مع اسوان يتم تاجيلها وتلعب مكانها الزمالك؟ هذا شيء مرفوض تماما، وهذا عبث عبث، وهذا واللي عملوا هذا الكلام ناس يعني دي فوضى، ما عندهمش من الخبرات. انت كنت قدام حاجة، لا اما حضرتك تأجل القمة وتأجل معها الاسبوع الرابع لانقاذ ماء الوجه وانقاذ المسابقة وتدي الناس كأنها فترة طويلة مش مشكلة رغم انها ضارة، ولكن انك انت تجيب خامس تحطه في رابع ورابع توديه خامس وتستهزأ بنادي بقيمة المقاولين العرب وكأنه ده نادي قاعد فاضي مستني يقولوا له تعالى لاعب مين؟ واحنا بنرفض هذا الكلام يا استاذ ناصر ولن نقبله ابدا، وده شيء يدل على ان المسؤولين عن هذا الملف ليس لديهم اي خبره ولا درايه، وناس بتصدر مشاكل لانديه ليس لها في الموضوعات شيء. لو تاجل كل الاسبوع الرابع خلاص، وبدانا نلعب الاسبوع الخامس، وبعدين انا النهارده عندي طموحات هذا العام، انت بتديها بتمنع تكافؤ الفرص. انا مصر ان انا اخد طريقي في كل القنوات القانونيه لالغاء الدوري هذا العام لعدم المساواه وعدم قانونيه اللي بيحصل ده. وصلني معلومة ان في خطاب طالع من المقاولون العرب الى اللجنة الاولمبية المصرية خلال دقائق. بالظبط كده، انا مضيت الخطاب وهيوصل في خلال دقائق، وانا بص انا هطالب بحق قانوني، لان ما يحدث ليس فيه اي مساواة، لا يحدث يدل على ان الناس دي ما عندهاش خبرة وما عندهاش ادارة ودي فوضى وناس غير مسؤولة. وانا بقول الكلام ده وانا مسؤول عن الكلام اللي انا بقوله،
بتلعب بطولات في مصر ويلعب نادي كبير جدا وشركة كبيرة عرب شركة كبيرة جدا وشركة وطنية وبتحافظ على البلد تماما، لكن التلاعب فيها بهذا الشكل غير مقبول. انت عارف يا محمد بيه كمان نفس الازمة نادي اسوان، وانا بكلمك دلوقتي في مطار اسوان، واقفين مش عارفين يركبوا الطيارة ولا يرجعوا تاني. طبعا يعني منتهى قلة القيمة بالناس، يعني حتى على مستوى الانسانية والادمية. حسين زناتي اللي خد قرار ان المقاولين يلعب الزمالك ده لازم يتحاكم على فكرة. قمة السيطرة ما حدش بيرد يا كابتن عبد الناصر، وده مش اسلوب. بيستغلوا ان اللائحة فيها عقوبات شديدة جدا على بينسحب، انا هنسحب من المباراة دي مهما كانت حجم العقوبات، لكن انا هشتكي وهلغي الدوري السنة دي. طب حضرتك هل تواصلت مع عمرو الجريني او اي حد من اللجنة الخماسية؟ ما حد يا استاذ عبد الناصر، دي ناس قافلة تليفوناتها وما تردش على حد، بياخد القرار الساعة 1:30 بالليل ولا الساعة 1 بالليل. أنا لم أرى في حياتي، أنا هسألك سؤال، أنت بالك قد إيه في المجال الرياضي؟ من سنة عمرك شفت الحادثة دي قبل كده؟ أنا عاجبني حاجة إنك أنت قلت تأجيل مباراة الأهلي والزمالك أنا ماليش علاقة بيها، أنت جايبني أنا وكأني أنا راجل قاعد فاضي بمنتهى الإهانة تلغي لي أسوان وتوديني الزمالك دون أي اعتبارات لتالت فريق حصولا على بطولة الدوري بعد الأهلي والزمالك. بقول لك يا عبد الناصر، كل العاملين في المقاولين العرب بيرفضوا هذا الكلام وزعلانين. إن إزاي المقاولين العرب باللي بتعمله كل ده تعامل بهذا الشكل من واحد غير مسؤول. أنا بتفق معاك كليا وجزئيا بصراحة. يعني أنت عندك أزمة في مباراة القمة، بتعمل أزمة تاني في مباريات تانية ليه؟ يعني أنت يعني أنا مش عارف، مفيش خبرات يعني للأسف الشديد، الناس جت بالمجاملة ومفيش خبرات. إذا هناك خطاب سيصل للجنة الأولمبية خلال دقائق. بالظبط جدا. طيب أستاذن حضرتك لو ممكن يبعتوا لي على الواتساب، أبقى شاكر لحضرتك يا محمد بيه، شكرا جزيلا. شكرا مع السلامة.